السلام عليكم. بمناسبة عاشوراء احكي لنا على الحدث هذا وعلى اليوم المبارك هذا، علاش اهتمتوا به؟ اولا السلام عليكم. بالنسبة لعاشوراء يعني هي يوم من ايام الاسلام، معروف ان المسلمين يعني يصوموا في هذا اليوم، اليوم التاسع واليوم العاشر، ولا اليوم العاشر واليوم الحادية عشر، يعني باش يخالفوا يعني عادات اليهود والنصارى، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ثبت انه وجد احد اليهود يعني يصوم هذا اليوم، فسأله عن يعني كيفاش راكم تصوموا هذا اليوم؟ قال في مثل هذا اليوم الله عز وجل نجى موسى عليه السلام من فرعون. فقال نحن احق من بموسى منكم. يعني هذه القصه تاع انا من ولايه سعيده من غرب الجزائر. سلمك يبارك فيك ربي يحفظك ان شاء الله. يعني كما باقي ولايات الوطن، يعني تقريبا كل بيت وكيفاش العادات تاعو التقاليد. كاين يعني يديروا فطور، يديروا لاسوب، يديروا حريره، يديروا شربه، يديروا يديروا بوراك، يديروا يتفكروا الفقراء المساكين، يتفكروا الايتام، كاين اللي خرجوا الزكاه في عاشوراء، كذلك كاين اللي كان موسم تاع الزكاه كاين اللي مدوها في عاشوراء. تقريبا هذه والله العظيم نتمنى ان شاء الله كاع الامه الاسلاميه والشعب الجزائري على وجه الخصوص، نتمنى ان شاء الله عاشوراء مباركه ان شاء الله، وان شاء الله نتمنوا السلام والامن للوطن تاعنا ان شاء الله، واخواننا في فلسطين ان شاء الله ربي ينصرهم. ونتمنى كذلك عن الرئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون ان شاء الله، نقول له عاشوراء مباركه ان شاء الله. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.